مرحبا بكم مشاهدينا الكرام متتبعي قناة جيل دي زاد. مرحبا بكم في برنامجكم الترفيهي الثقافي دي زاد مود، البرنامج اللي طلع لكم طيلة أيام الأسبوع واللي رايحين نتناولوا فيه فقرات متنوعة ثقافية ترفيهية وأيضا الغاز. مشاهدينا خلوني ما نطولش عليكم، تابعوا معنا. مرحبا بك معنا مادا. الله يسلمك، ربي يخليك. الله يسلمك. سؤالنا يقول نفترضوا انه طاحي في مشكل ما، واش راح تكون ردة فعلك؟ خاصة إذا كان نقول لك مشكل عويص، كيفاش حتتصرفي؟ المشكل دي فوا نرجع ربي سبحانه، الصلاة وندير قيام الليل، كما يقولون نصلي، دي فوا ندير صلاة الاستخارة، كيكون عندي مشكل باش نحلو باش نشوف الطريق اللي ناخذه، ندير صلاة الاستخارة. ودي فوا جو ديبريم، نقعد ما ندخل ما نخرج حتى نديباسي هذاك لو مومون، من بعد نولي نورمال. على فهادي هي طبيعة البشر، كاع نضعفوا في دي مومون. فوالا نورمال، سا ديبون المشكل، وسا ديبون كيفاش الإنسان يكون لو مورال تاعو. مي هي الرجوع لله هي أحسن حاجة. الرجوع لله والإنسان ما ييأسش، أنه كل مشكلة عنده. أنا ما نيأسش، أنا توجور نقول باللي طونك يا لا فيا دو ليسبوار، طونك كاينة الحياة كاين امل. والمشكل عاوز هو الصحه، كي تروح الصحه اللي صعيب، مي كي تكون صحه تقدري تحاربي. بو ما سي كوم سا. ما هي رده فعلك لحظه وقوعك في مشكله ما، ربما مشكله عويصه، كيفاش حتتصرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحياه لا تخلو من المشاكل، خاصه المشاكل، كاين مشاكل صغيره كاين مشاكل كبيره. انا شخصيا نحاول نبسط الموضوع الى اقصى حد، ونحلوا العناصر ونحاول نفتحها واحده عقب واحده، والباقيه على ربي سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، يعني نشوفوا انه بعد ربي سبحانه وتسكل على روحك في حل المشاكل، ما تلجأ لاي شخص. اغلبيه الاشياء نعتمد على نفسي، اما اذا كانت تحتاج استشاره ممكن قانونيه او استشاره دينيه، ولا نلجأ لاهل الاختصاص. على فان كل مشكل عنده حل، وفي الاخير كل مشكل عنده حل، واللي ما يتحلش خليه، ما تكسرش راسك به قايتين، فهمتيني؟ مع الوقت يتفتح، كيما يقول لك الوقت يداوي كل حاجه. نفترضوا انه طيح في مشكل، ربما مشكل عاويس، واش حتكون رده فعلك؟ كيفاش حتتصرف؟ شنو ندير انا؟ واش ندير؟ نشوف روحي اولا، نسقسي روحي، حياتي، واش جربت واش نفهم، وبعد ذلك نشوف صاحبي وهنا قدامي سي نور الدين صاحبي تاع منذ 40 سنة، ونشوف بعد ذلك نشوف انسان، نشوف الناس، نشوف عائلتي. ربما يعطيو لك دابور دي كونساي، اي بوي بروندر سوت دو ركول، يعني الانسان يجبد روحه يسكت، يمشي الغابة، يمشي الجبل كيما انا في بلاد القبائل، عندنا شجر، عندنا جبل، عندنا الثلج وكل شيء، بعد ذلك الانسان يخمم. وفوالا مدام، سي تو سكو جافي فو دي. فوالا، وكل مشكلة عندها حل. جيسبير، مي بيان سور، فوت بوزيتيف في الدنيا هذه. مرحبا بك معنا. مرحبا بك، تعيشي؟ الله يسلمك. سؤالنا يقول ما هي ردة فعلك لحظة وقوعك في مشكلة ما، ربما مشكلة عويصة، مشكلة صعبة؟ جونغ سا ديبون، يا نروح نحكيها للعباد بخوش ليا، يا اسكو يقدروا يعطوني الحل ولا لا. ندعي ربي انه يخرجني من البروبلام هذا، نصلي، ندير اي حاجه، يعني اذا كانت انها نقدر نخرج منها اي من عند ربي، ما كانش نبقاو نديروا الحل، وكش ما يكون هذاك هو. يعني يقعد الانسان دائما متفائل، وكلها يعني كل حاجه عندها حل، حاجه كل شده تزول.